بزاف ديال المرات كنكون موتيفي باش انني نبدا نصور فيديو في يوتيوب بحال هذا ونحطو لكم، ولكن اون فوا كنبدا كنلقى راسي تبلوكيت وكنبدا نقلب على اعذار باش ما نديرش هذه الخطوه هذه، واخا عارفه مفيده ليا وحتى لكم، حيت الدماغ ديالنا مديور باش يعيش باش يكون مرتاح، ما مديوش باش اننا نديفلوبي من راسنا وننجحوا في حياتنا. والدليل انه اي حاجه صعيبه فيها الخدمه كتحرق الراس كيحاول الدماغ ديالك يبعدك عليها. مثلا تحفظ وتراجع الامتحانات ديالك كتجي قاصحه كتجيك صعيبه. مثلا بالنسبه لي انا سكريبتي فيديو نصوره بحال هكا ونمونطيه، هادشي كياخذ جهد وكياخذ وقت كبير، داكشي علاش الدماغ ديالي ديما كيبعدني عليه وكيبدا يجرنا اننا نديرو دوك الحوايج الساهلين، حوايج اللي ما فيهمش خدمه ما فيهمش شماره، حوايج اللي ما كيبرزطوش واللي كيعطيونا واحد المتعه اللي هي لحظيه. مثلا تشعل التلفازه وتمشي تفرج في سيري في شي فيلم، هادشي كيموت عليه الدماغ ديالنا، هكا هو كيفاش مصاوب. وهكذا كيمشي ليا النهار ديالي، ما كنكونش فيه بروداكتيف كنكون ضيعت الوقت في والو وما كنكونش ديفلوبيت فيه من راسي. والخطير ان هادشي كيولي هابت، كتولي عندك واحد العاده انك تماطل، انك تعجز دير الحوايج اللي هي مهمه. رد معايا البال مزيان في هادشي اللي غادي نقول دابا. كاين فرق ما بين الحياه اللي كنعيشو دابا، الحياه اللي كنعيشو في هاد اللحظه هادي، وما بين الحياه اللي باغيين نعيشو في المستقبل، دريم لايف ديالنا، ديك الحياه اللي كنتمناو نعيشوها. وباش ندوزو من هذه الحياه اللي كنعيشو الحياه اللي بغينا نعيشو في المستقبل اللي هي الدريم لايف ديالنا، ما بيناتهم كاينه واحد الحاجه سميتها مقاومه، ريزيستانس. دونك باش تدوز من هذه الحياه اللي كتعيش دابا للحياه المستقبليه الدريم لايف ديالك، خصك دير بزاف ديال الحوايج اللي غادي يبانوا لك صعاب، خصك تريزيستي، خصك تقاوم هذا الشيء هذا، وخصك تخدم ودير مجهود. وهذه هي الحاجه الصعيبه، حيت 90% ديال الناس ما كيقدروش يقاوموا، كون كانت سهله غادي يلقاو كلشي عايش الدريم لايف ديالو. الحمد لله انه كاين حلول عمليه لهذا المشكل اللي عاونوني انني نحيد هذه العاده الخايبه ديال العجز والمماطله بنسبه ديال 60%. واخا باقي كنعجز على شي حوايج، ولكن ثق بيا هاد الحلول الا طبقتيهم غادي تبدل حياتك وغادي تحس براسك يو تيك كونترول وشاد زمام الامور. وهذا الشيء اللي غادي نبارطاجي معك خويا انيق اليوم باش تحيد هذه العاده الخايبه وتجري حياتك. الا كنتي كتهتم بهذا المحتوى دير لايك، بارطاجي الفيديو، خلي كومونتير باش الالغوريثم ديال اليوتيوب يطلعنا الفيديو لناس اخرين، بهكذا غادي تكون دعمتيني ودعمتي القناه. ما يمكنش تصوروا الكميه ديال المعلومات اللي كتدخل للدماغ ديالنا ملي كنفيقوا حتى كنبغيو ننعسوا. روينه ديال لي زانفورماسيون غادي تكون كطرى لكم، كطلع لك شي نوتيفيكاسيون ديال شي صاحبك باغي تشوفو، من بعد كطلع لك واحد السخره خصك شويه تقضيها، من بعد كطلع لك شي حاجه اخرى، وغاده وغاده وغاده. دونك ما يمكنش تجري هادشي كامل، داكشي علاش اول حل اللي غادي دير باش انك ما تبقاش ماطل، ما تبقاش عجز، وما تبقاش تنسى المهام ديالك هو انك تكتبها. خصو يكون عندنا نوت بوك ولا تكون عندنا شي سبوره كنكتبوا فيها تو دو ليست ديالنا، قائمه ديال دوك المهام اللي غادي نديرو في ذاك النهار، المهام اللي هي مهمه لينا في ذاك النهار. وهادشي كيعاوننا باش نديرو لو سويفي للمهام ديالنا في ذاك النهار، واش درناهم كاملين، واش درنا غير النص، واش ما درنا حتى شي حاجه. كتبدا تعرف واش انك فريمون في هذيك ليطا ديال العجز الكبيره انك ما درتي حتى شي حاجه، ولا بين وبين انك درتي شي حوايج وشي حوايج لا، ولا انك راك غادي مزيان وما فيكش العجز ودرتي المهام ديالك كامله. هذا اول حل اللي غادي يبان لك بسيط، ولكن ثق بيا التاثير ديالو كبير، ولا تبعتيه غادي تشوف واحد الشونجمون كبير في حياتك. كيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو ان الدماغ ديالنا كيدينا الحوايج الساهلين، الحوايج اللي ما فيهمش مجهود كبير، الحوايج اللي ماشي مهمين بالنسبه لينا. دونك الحل الثاني هو انك تبدا النهار ديالك بالمهام اللي هي صعيبه. مثلا عندنا جوج ديال المهام، تصور فيديو تمونطيه وتحطه في يوتيوب، ولا تمشي للحمام. دونك عندنا جوج مهام، ولكن الدماغ ديالنا كما قلت لكم غادي يمشي للساهله، غادي يمشي للحمام، ما غاديش يبغي يصور فيديو ويحطه في يوتيوب حيت فيه الخدمه وفيه تماره وفيه حرق الراس. البداية النهار كتكون الانرجي ديالنا طالعه، كنقدروا نديروا دوك المهام اللي فيها جهد كبير بلا ما نحسوا بالعيا، ماشي بحال اللي درتيها في الليل في الاخر ديال النهار كتحس بالعيا وكتبدا تعجز عليها. وكما قلت لكم ملي كنحطوا التو دو ليست ديالنا، كنحطوا دوك المهام اللي بغينا نديرو في النهار ديالنا، كنسبقوا المهام اللي هي فيها جهد كبير ومهام اللي هي مهمه بزاف بالنسبه لينا. الدماغ ديالنا كيفقد التركيز ديالو من بعد 45 دقيقه. كاين واحد النوع ديال الناس اللي عنده قله التركيز، ما كيقدرش انه يركز في واحد الخدمه ويبقى خدام عليها مثلا واحد المده طويله. هنا الحل الثالث هو التكنيك ديال بومودورو اللي كتقول خصنا نخدموا 30 دقيقه، نبقاو مركزين في واحد الخدمه لمده ديال 30 دقيقه، ومن بعد كناخذوا بوز ديال 15 دقيقه، نبقاو نعاودوا هاد التكنيك حتى كنكملوا الخدمه ديالنا. هاد التكنيك غادي تزيد من الكونسنتراسيون ديالك وغادي تخليك بروداكتيف في ذاك النهار. من بين الحوايج اللي كيعكزونا وما كيخليونا اننا نديرو والو هو اننا كنبغيو نديرو كلشي في دقه. مثلا بغيتي تكتب كتاب، الا قلتي لراسك غادي نكتب كتاب اليوم،
ما تكتب حتى شي حاجه، ثق بيا غادي يعكزك وما غادي يخليك دير والو. ولكن الا قلتي لراسك غادي نكتبوا اليوم صفحه ولا غادي نكتبوا غير ربعه السطوره، غادي دوز واحد المده غتلقى راسك كملتي داك الكتاب. وهذا هو الحل الرابع، خصك تقسم اي حاجه عندك، شي حاجه اللي هي كبيره تقسمها لطروفه صغار باش تبدا تبان لك ساهله وتبدا تبان الدماغ ديالك ساهل. اي حاجه كتبان الدماغ صعيبه كيعكزنا عليها وكيقول لنا خلينا نقلبوا على الساهله. دونك غادي نقاول بو الدماغ ديالنا، غادي نصيدوه وغادي نقسموا ليه ديك الحاجه الصعيبه الحوايج اللي هما بساط وسهل. هاد التكنيك واعره بزاف، ولا طبقتيها في حياتك غادي تعاونك بواحد الشكل كبير. خمس حاجه اي مهمه عندك، اي تاسك عندك خصك تحدد ليها واحد المجال، خصك تخدمها في واحد التايمينغ، واحد المده زمنيه محدده. مثلا بغيتي تبدا مشروع ديالك ولا بغيتي تبدا الدروب شيبينغ، غادي تقول اليوم من 11 ل 12 غادي نبدا الكورس ديال الدروب شيبينغ باش نتعلم ليه. دونك هنا كنحدد واحد الوقت للدماغ ديالنا باش ينجز فيه ديك المهمه باش ما نخليوش يسرح ويفكر لينا في حوايج اخرين. سادس حاجه، البلاصه اللي كتخدم فيها حاول ما يكون فيها حتى شي سورس ديال ديستراكشن، مثلا بحال التلفازه ولا التليفون ديالك حتى هو بعده ولا حطو شي بلاصه اللي ما يكونش باين فيها، حيت تقدر تكون مكونسونطري في ديك الخدمه اللي كدير وتجيك غير نوتيفيكاسيون في التليفون ديالك. مشيتي غادي تلقى راسك في لي ريزو سوسيو، غادي تلقى راسك ضيعت واحد الساعه غير في لي ريزو سوسيو، هادي كطرى ليا بيرسونيلمون. دونك هنا نحاولوا نبعدوا اي حاجه اللي غادي تخلينا اننا نديكونسونطراو على الخدمه ديالنا، وبالخصوص الا كانت واحد الخدمه اللي هي مهمه وكتطلب كونسونطراسيون. اخر حاجه واللي هي مهمه بزاف، كيف راسك. كيف راسك اش كيسالي النهار، وكيف ما قلت لكم كتراكي التودو ليست ديالك، كتراكي ديك المهام اللي حطيتي في داك النهار، وكتلقى راسك درتي الاغلبيه ديال المهام بواحد الشكل اللي هو مزيان. هنا خصك تكافئ راسك، خرج كل شيء حاجه مشهيها، شري شي حوايج اللي انت مشهيهم وباغيهم. عزيز عليك الجيمين، دخل قصر مع راسك غادي تلعب وانت مرتاح، حيتاش عارف راسك دوزتي نهار بروديكتيف، نهار اللي هو بيرفكت اللي درتي فيه مجهود وتستحقيتي هاد المكافاه هادي. هادشي غادي يحفزك وغادي يزيد يموتيفيك باش الغد اللي عاوتاني تعاود دير نفس الحاجه، تعاود تحط تودو ليست ديالك وتخدم عليها وتقاتل باش تكملها باش تعاود تاخذ مكافاه اخرى، وهذا كيتسمى نظام المكافاه. انا يقين هادشي اللي كاين اليوم، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا فيه. الى عجبك الفيديو دير لايك بارطاجي، بيان سور خلي كومونتير باش الالغوريثم ديال يوتيوب يطلع لنا هاد الفيديو الناس اخرين، بهكذا غادي تكون دعمتيني ودعمتي القناه. كما العاده كان معكم خوكم خليل، نشوفكم في الحلقه الجايه. بيس.